اليوم عم شارك بورشة أنالاند بالإدارة الثقافية والتخطيط الاستراتيجي للمؤسسات. أهمية مشاركتي عم تجي لأنه هاي الورشات بتقدم مجموعة مهارات وخبرات للفنانين والفاعلين الثقافيين المستقلين بالوطن العربي. هاي المهارات مهمة بمجال إدارة المؤسسات والتخطيط الاستراتيجي، علاقة الفن مع المجتمع، واللي هي من أهم الأشياء اللي ممكن الفنان العربي بالمرحلة الحالية أنه ينتبه إلى خلال تخطيط المشاريع والأنشطة الخاصة بالمؤسسة تبعه. أهمية تانية كبيرة لهي الورشة أنه هي عم تجمع تقريباً 50 مشارك من معظم الدول العربية، ففي عملية تشبيك عم تصير على إطار واسع وعميق لمدة أسبوع. بدون شك الفنون عبر العالم وعبر التاريخ لعبت دور كتير كبير بإحداث تغييرات مجتمعية على نطاق واسع أو نطاق ضيق. هاي الورشة هي بتسمح للفنانين يعيدوا النظر بعلاقة الفن مع المجتمعات بقطاعات مختلفة، لها علاقة بالتربية، التوعية، التعليم، الصحة، الفن من أجل المجتمع ومن أجل إحداث التغيير المجتمعي. أنا شخصياً عم أقدم مشروع ضمن هاي الورشة عن الكتابة المسرحية المعاصرة. بتمنى، وهذا توقعاتي من الورشة، أني أحصل على مهارات لبرمجة وتخطيط المشروع الخاص تبعي ليصير أكثر عمقاً، أكثر علاقته أقوى مع المجتمعات ونتائجه محققة وقابلة للقياس بشكل جيد.